حلمت اني كنت قاعده انا وجوزي عند بيت بابا الله يرحمه، وشفنا في السماء سحاب على شكل وش انسان، وشفت سحاب على شكل خروف مقلوب. بص، التشكل، تشكل السحب ده مش مستحب في الرؤيه. قول لي ليه؟ لان ده بيندرج تحت ضرب من ضروب الغيب. يعني قراءه الفنجان، قراءه الودع، كل الحاجات اللي فيها حرمانيه، اللي من اتى عرافا او كاهنا فقد كفر بما نزل على محمد وصدقهم يعني. تمام. فدي انتباه من قبل الله سبحانه وتعالى، انتبهي جدا، انت ماشيه في سكه خطا اللي هي معرفه الغيب دي. بص، كل يعني اي متحدث عن الغيب مردود عليه الا مفسر الاحلام، لانه علم شرعي وله يعني علم غيبي وله اصل في الشريعه. فده الوحيد المتاح، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيفسر الاحلام، وكان بيدي المجال لسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا ابو بكر الصديق للتفسير. سيدنا يوسف كده، وسيدنا يوسف نزل بمعجزه التفسير. في ناس كتير بتغالط وتقول لك لا ده ضرب من ضروب، طبعا رضي من رضي، سخط من سخط. هو علم تشريعي نازل، ما بتدرسش في المدارس، ولكن ليه سبله للتدريس بره، وسككه اللي انت تخش لها من خلال علم النفس بقى والقرآن وكده. فليه سككه يعني. تمام.